بتظاهرة هي الأكبر كما صار موظفو القطاع العام ومعلمون من القطاع الخاص من منطقة البربير فالبسطة وصولا إلى السراي الحكومي. الاعتصام المركزي الذي ضم عشرات الآلاف من المعتصمين الغاضبين القادمين من المناطق اللبنانية كافة لإيصال صرختهم بدأ عند 11 صباحا من أمام ساحة البربير التي لم تتسع للحشود، وفي ظل التشديدات الأمنية زحف المتظاهرون إلى السرايا في محاولة للضغط على الرئيس نجيب ميقاتي لإقرار السلسلة. وبحسب المشاركين فإن لم تقر السلسلة هذا الأسبوع فإن الهيئة تعول على الطلاب وكافة الشعب اللبناني التضامن معهم وإعلان الإضراب العام والشامل. الذروة في هذا التحرك، لكنها إشارة واضحة فليفهموها جيدا، إنها البداية في انتفاضة ثورة الجياع في لبنان. نقول لهم لا تتأخروا، لا تماطلوا، لا تراهنوا على تعبنا، فنحن في بداية المشوار إن كنتم تريدون. قلناها ونقول إذا لم تحيلوا السلسلة هذا الأسبوع استعدوا أيها الزملاء، استعدوا إلى إضراب عام شامل في كل لبنان. هذا ضغط الهيئات الاقتصادية اللي بدل يحرموا المعلمين والموظفين من حقوقهم لعمر 50-60 سنة. لا يعقل يكون الحد الأدنى بالقطاع العام، الحد الأدنى يلي أصحابه أصحاب كفاءات علمية وشهادات تعبنا عشرات السنين لحصلنا عليها مثل الحد الأدنى للأجور. وفي قصر العدل توقفت المحاكمات بسبب تضامن القضاة والموظفين مع اعتصام هيئة التنسيق النقابية. كما شاركت مدرسة الآي سي في الاعتصام، وقد قام معلموها بمسيرة من المدرسة إلى مكان الاعتصام.